مرضت ذات يوم وأدخلت المستشفى قبل صلاة العصر، ولم أصل العصر والمغرب والعشاء إلا عند الفجر، وكان لعدم قدرتي، هل فعلي صحيح علما بأني لست في غيبوبة؟ أما صلاة المغرب والعشاء قبل الفجر فهي في الوقت، لأنه ما خرج وقت العشاء، ويجوز في حالة العذر أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وأنت مريض جمعت بينهما صليتهم قبل الفجر لا بأس بذلك. وأما العصر صلاتها في الليل هذا قضاء، هذه صلاة قضاء ما هي بأداء. فإذا كنت تركت صلاة العصر لأنك لا تستطيع وقتها بسبب المرض، ثم لما خف عنك المرض صليتها بعد خروج وقتها، هذا هو الواجب، ويكون هذا قضاء للعصر وليس أداء. نعم.